الخبر الأخير طبعا هو مباراة اليوم اللي هتقام في السابعة مساء، مباراة ينتظرها كل الجماهير المصرية والأفريقية وفي الغالب جماهير العالم. الجزائر والسنغال هي أقوى المباريات في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، بين أهم أو من أفضل المنتخبات اللي ظهرت في الجولة الأولى. المباراة هتقام على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية. الفريقين بيمتلكوا نفس الرصيد من النقاط والأهداف، السنغال كانت كسبت تنزانيا 2-0 والجزائر كانت كسبت كينيا بنفس النتيجة. أعتقد المباراة النهاردة تقيلة يا مرهان، مباراة حلوة فيها نجوم عظيمة يعني. دي حقيقة، النهاردة كمان هنشوف مباريات قوية وعلى مدار بقى كل الدور الثاني أو الجولة الثانية من دور المجموعات في الكان 2019، ماتشات كلها جامدة جدا، ومفروض الجمهور المصري يعني يكون بما إنه ليه فرصة إن هو قاعد هنا والنجوم دي موجودة والماتشات الحلوة دي عنده على أرضه، لا لازم يكون بيروح وبيبقى متواجد في الاستادات بشكل أكبر. والنهاردة كمان هتشوفوا ساديو ماني بيلعب في المباراة، كان غاب المباراة الماضية للإيقاف، من اللعيبة المهمة جدا كوليبالي طبعا في الدفاع، رياض محرز الناحية الثانية في الجزائر، بغداد بنجاح وفجولي. اعتقد ان المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي اليوم هتبقى مباراه حلوه تستمتعوا بيها مع النجوم اللي بتشوفوها في الدوريات الاوروبيه بكل تاكيد.